حقيقة معاهدات إكس ليبان المشؤومة. بداية، الطرف الذي يعيشه الشعب المغربي في عصرنا الحالي هو انعكاس لاتفاقية مشؤومة طبل لها وزمر لها من طرف النظام، وأخفي من خلالها الكثير من الأمور. وهذه القراءة تحاول أن تسلط الضوء على اتفاقية إكس ليبان المشؤومة لتنوير الرأي العام المغربي والدولي حول هذه الاتفاقية، وما تم فيها وما تم في كواليسها. يعني بداية، المحيط العام لهذه المؤامرة على الشعب المغربي تبدأ منذ هزيمة الجيش الفرنسي في معركة ديان بيان فو في الفيتنام في مايو 55، زيادة على إعلان كفاح المسلح بقيادة جبهة التحرير الوطني في الجزائر ابتداء من سنة 1954، وتزايد الغضب الشعبي بالمغرب الذي بدا جليا في عدة مناسبات أبرزها 20 خوشت 1955. سارعت فرنسا على غرة بفتح مفاوضات بخصوص استقلال المغرب، وقد اعتمدت باريس آنذاك خطة تقضي بفتح مفاوضات في كل من تونس والمغرب مع حلفاء محليين لبناء نظام سياسي يحفظ مصالحها ونفوذها هناك، قصد تركيز قوتها العسكرية بالجزائر. لكن سرعان ما بدا لها أن إمكانية نجاح حلفاء محليين شبه منعدمة بالنظر للتعاطف الشعبي الكبير لدى جبهة التحرير الوطني ولقوتها العسكرية المتزايدة، ولإجهاض تنامي خلايا المقاومة وإيقاف القوة المتزايدة لجيش التحرير المغربي، طبخ الاستعمار الفرنسي مفاوضات إكس ليبان التي حضرها من الجانب المغربي ممثلون عن حزب الاستقلال، حزب الشورى والاستقلال، وممثلون للسلطان وقوات الاستعمار في غضون شهري غشت وسبتمبر 1955. وكاد المتتبعون أن يجمعوا على القول إن المخابرات الفرنسية وقتئذ هي التي هندست لمفاوضات إكس ليبان لاستمرار ضمان سيطرة باريس على المغرب بعد الاستقلال. وآل المطاف إلى الاتفاق على رجوع السلطان محمد الخامس من مدغشقر وإعلان نية فرنسا في منح المغرب استقلاله في 2 نوفمبر 1955، وهذا ما يعرف بإعلان سيل سان كلو، إلا أن تفاصيله ستحدد فيما بعد من الإعلان المشترك والبروتوكول الملحق به في 2 مارس 1956. وهذا ما شجع الاستعمار الإسباني على توقيع اتفاق 2 أبريل 1956 مع السلطان محمد الخامس للانسحاب من شمال المغرب شريطة الاحتفاظ بسبتة ومليلية. وجاء في ديباجة الإعلان المشترك أنه حصل الاتفاق بين حكومة جمهورية فرنسا وسلطان المغرب محمد الخامس. انطلقت النقاشات يوم 23 غشت 1955، ودامت 5 أيام، وكان الوفد الفرنسي المفوض الذي حضر مناقشات إكس ليبان يتكون من إدغار فور رئيس الحكومة، والسيد بيناي وزير شؤون خارجية، وجنرال كوينغ وزير الدفاع، وروبرت شومان وبيير جولي، بينما كان الوفد المغربي يتشكل من 37 شخصية، كان من بينهم مبارك البكاي، الحاج الفاطمي بن سليمان، والحاج محمد المقري، إضافة إلى ممثلي الأحزاب عبد الرحيم بوعبيد ومحمد اليزيدي وعمر بن عبد الجليل والمهدي بن بركة من جانب حزب الاستقلال، وعبد القادر بن جلون وأحمد بن سودة وعبد الهادي بوطالب ومحمد الشرقاوي من طرف حزب الشورى والاستقلال،
إلى جانب شخصيات سياسية وجد بعض العلماء كالسيد جواد صقلي وحميد العراقي، كما ضم الوفد بعض القياد. وإذا كانت معاهدة 30 مارس 1912 جاءت بطلب من السلطان بن يوسف بعدما حاصرته القبائل المجاورة لفاس وأصبحت معظم مناطق البلاد خارج سيطرته، فإن بإعلان 2 مارس 1956 نص على أن الفترة الفاصلة ما بين التاريخين مرحلة أنجز من خلالها المغرب تقدما لم تعد المعاهدة المذكورة بعده صالحة لتنظيم العلاقات الفرنسية المغربية. وكما جاء في نص الإعلان المشترك بأن مفاوضات ستجمع في باريس بين المغرب وفرنسا هدفها توقيع اتفاقيات جديدة لتنظيم العلاقات بين البلدين في مجالات المصلحة المشتركة أساسا: الدفاع، العلاقات الخارجية الاقتصادية والثقافية، والتي تضمن حقوق وحريات الفرنسيين المقيمين في المغرب والمغاربة المقيمين في فرنسا. ويضيف الإعلان المشترك: في انتظار توقيع الاتفاقيات الجديدة بين الطرفين وبناء المؤسسات الجديدة، لن يتم المس بوضعية الجيش الفرنسي، وأن الجيش الذي سيتوفر عليه سلطان المغرب سيتم تشكيله برعاية فرنسية. أما الفترة الأولى من البروتوكول الملحق فقد تم فرض من خلالها الاطلاع على جميع مشاريع الدهائر والمراسيم من طرف ممثل فرنسا بالمغرب لأجل وضع ملاحظاته على النصوص، سيما فيما يتعلق بالمس بمصالح فرنسا والفرنسيين أو الأجانب خلال الفترة الانتقالية. بعد توقيع الإعلان المشترك والبروتوكول الملحق، رفعت حكومة مبارك البكاري الهبيل 4 رسائل تحمل طلبات لنظيرتها الفرنسية. منها رسالة تطلب من الحكومة الاستعمارية الفرنسية الاستمرار في تسيير العلاقات الخارجية للمغرب وتمثيل وحماية المواطنين المغاربة ومصالحهم في الخارج حتى الاتفاق على إجراءات جديدة. وكان عبد الرحيم بوعبيد قد أقر في مذكراته أنه عارض لقاءات إكس ليبان طاح لك المايك اخي ابو تاريخ. علانية، كما أقر أنه لم يتم استدامة كان الصوت مشكلة هذه كان الصوت وكان عبد الرحيم بوعبيد قد أقر في مذكراته أنه عارض لقاءات إكس ليبان علانية، كما أقر أنه لم يتم استدعاء حزب الاستقلال إليها من أجل التفاوض مع الحكومة الفرنسية حول مستقبل العلاقات الفرنسية المغربية، بل من أجل عرض وجهة نظره كحزب فقط. وللإشارة، لم يتمكن بوعبيد الالتحاق بفرنسا بعد خروجه من السجن إلا بعد إلحاحه على المقيم العام بسلمه جواز سفر للتفاوض مع ممثل أكده بن سعيد أيت إيدر، علما أن هذه اللقاءات خطط لها له الرئيس أو خطط لها الرئيس إدغار فور من أجل أن يوضع الوزير الفرنسي في الشؤون الخارجية على وجه الخصوص على اطلاع على الملف المغربي. معناه أي إجراء يدور داخل المغرب يجب أن تعلمه فرنسا. وقد اشترط السيد أنطوان بيناي أحد أعمدة أغلبية الرئيس فور استدعاء كل التيارات بما فيها المخزن والفشاوات وقيادة الحماية. كما أكد عبد الرحيم بوعبيد بوضوح أنه لم تكن هناك مفاوضات في إكس ليبان، وقد ختم اللقاء بين الوفد الفرنسي وممثل حزب الاستقلال الذي جرى على انفراد
بالمطالبة بضرورة الاتصال مباشرة مع السلطان محمد الخامس في المنفى بمدغشقر، لأن دور مشاركة العاهل المغربي ليس هناك حل مقبول غيره لدى الشعب المغربي. زيارة محمد الخامس في المنفى، مادام أن السلطات الفرنسية قد وقعت معاهدة الحماية مع السلطان في شخص عبد الحفيظ سنة 1912، فقد كان لزاما عليها من الناحية القانونية أن يتم التفاوض على مبدأ الاستقلال مع السلطان محمد بن يوسف. لذا اقترح وفد حزب الاستقلال من السلطات الفرنسية السماح له لقاء السلطان محمد الخامس في منفاه لإطلاعه على الأمر، إلا أن باريس ارتأت غير ذلك، إذ تم إرسال جنرال كاترو وهنري ريسو مدير ديوان وزير الخارجية إلى أنتي سيرابي كموفدين خاصين للحكومة الفرنسية ليحصلوا على تزكية الملك من أجل إنشاء مجلس العرش برئاسة البكاي، مقابل نقل الأسرة الملكية إلى فرنسا لفترة غير محدودة تتراوح ما بين 6 أشهر وسنتين، علما أن باريس كانت تبيت لتشكيل حكومة تحت إشراف مجلس العرش متحكم فيه. بعد ذلك زار الملك بالمنفى وفد يضم كل من البكاي والفاطمي بن سليمان، هذا الأخير كان من مبايعي السلطان مبارك بن عرفة سنة 53، ثم وفد حزب الشورى والاستقلال مكون من عبد الهادي بو طالب وعبد القادر بن جلون الذي لم يخفي رفضه التام لمجلس العرش الذي تم تنصيبه لمباشرة المفاوضات من أجل تشكيل حكومة الواجهة. وبعد مشاورات طويلة لعب فيها ولي العهد آنذاك الحسن الثاني دورا أساسيا في توجيه الموقف الذي اتخذه السلطان محمد بن يوسف من المخطط، وهو الموافقة على المخطط مع التحفظ بإعلان ضرورة بقاء مجلس العرش مؤقتا إلى حين عودة السلطان إلى أرض الوطن. وأمام هول وشراسة المقاومة لم يجد الفرنسيون بدا من الرضوخ لفكرة إعادة السلطان محمد بن يوسف إلى بلده والعدول عن فكرة إبعاده عن العرش. وكانت هذه العودة مضاف يعني إلى الوطن يوم 16 نوفمبر 1955 إعلان عن أفول الاستعمار أيام ما بعد إكسليبان. حسب الراحل عبد الهادي بوطالب، خلال الفترة الممتدة ما بين 20 و 30 غشت 1955 انعقد ما يعرف بمؤتمر إكسليبان لاستشارة جميع ممثلي سكان المغرب بمن فيهم الفرنسيون المعمرون والتهامي الكلاوي. وفي هذا اللقاء تم الاتفاق على سحب ابن عرفة بسلام إلى حيث يشاء وإنشاء مجلس وصاية العرش وتعيين محمد بن يوسف السلطان لحكومة مفاوضة ما بعد انتقاله من جزيرة مدغشقر إلى فرنسا. وقد تميزت فترة معدودة في أيام معدودة بعد لقاء إكسليبان باختلاف في الرؤى حول من يكون في وصاية العرش بين الوطنيين من جهة والفرنسيين من جهة ثانية. وأخيرا تم التوصل إلى اتفاق أفضى إلى تعيين الصدر الأعظم المقري والباشا الصبيحي والقبطان طاهر وعصو والباشا البكاي. هؤلاء الأشخاص عينوا رسميا في 15 أكتوبر 1955، وفي 24 من نفس الشهر والسنة والتحق التهامي الكلاوي بالجنرال لاتور بالإقامة العامة ليبلغه اعتراضه القوي على تعيين مجلس الوصاية على العرش، وسأله عما يريد فأجابه الكلاوي: أريد رجوع محمد الخامس إلى عرشه. وفي 3 نوفمبر 1955 قدم مجلس الوصاية استقالته إلى الإقامة العامة. وفي 16 نوفمبر 55 كان هبوط طائرة محمد بن يوسف محمد الخامس بمطار الرباط سالة. وفي الوقت الذي كانت فيه المفاوضات جارية في لقاء إكسليبان، فإن جيش التحرير والمقاومة المسلحة لم يكونا راضيين عن تلك المفاوضات التي اعتبراها مشلولة بفعل الحضور القوي للجانب الفرنسي في المفاوضات من خلال عملائه باعتبارها كانت في صالح فرنسا وعلى مقاسها ولم تكن في صالح الشعب المغربي. وفي هذا السياق أقر بن سعيد أيتيدر أنه بعد عودة السلطان محمد بن يوسف إلى عرشه وفي خضم الإعداد للاستقلال
وبناء الدولة الوطنية سيعقد حزب الاستقلال مؤتمره الاستثنائي الأول سنة 55، وقد شارك فيه أعضاء من المقاومة وجادلوا عبد الرحيم بوعبيد وتساءلوا لماذا تم إبعاد الحزب عن رئاسة الحكومة، ولماذا لم تسند للحزب الوزارات الأساسية، ولماذا لم تنعكس قوة الحزب التنظيمية على حجم تواجده بالحكومة. وأجاب عبد الرحيم بأنه يتفهم أسئلة المناضلين ويشاركهم القناعة بأن حزب الاستقلال تعرض للحيف عند تشكيل حكومة البكاي الهبيل الأولى، وأضاف: قبلنا على مضض. فبعد عودة محمد الخامس من منفاه كانت المعارك ما تزال مستمرة في شمال المغرب، وكان هناك إلى جانب اختيار التفاوض مع فرنسا من أجل الانسحاب السلمي من المغرب اختيار آخر بلورته لجنة تحرير شمال إفريقيا بزعامة محمد بن عبد الكريم الخطابي، وهو إجبار فرنسا عسكريا على الرحيل من شمال إفريقيا كله المغرب العربي وعدم قبول الحلول الانفرادية، إذ أن زعماء جيش التحرير في المغرب كانوا متشبعين آنذاك بروح الكفاح المسلح من أجل تحرير المنطقة، غير أن التونسيين كانوا هم السباقين لخرق هذه الخطة وتبعهم المغاربة. وأكد عبد الله الصنهاجي في مذكراته إن ما يثير الباحث في علاقة حزب الاستقلال بالكفاح المسلح وجيش التحرير هو ذلك التذبذب بين دفاعه عن فكرة التفاوض مع الاستعمار الفرنسي ونسج علاقات صداقة مع ممثلي السلطات الاستعمارية في عز الحرب التي كان يشنها جيش التحرير على هذه القوى، وتبنيه في نفس الوقت العمليات العسكرية للمقاومة المسلحة، وفي ذلك تظهر استراتيجية الحزب في الاستفادة من تبعات هذه الحرب المعلنة ضد الاستعمار وقطف ثمارها دون المشاركة فيها عن طريق ملاحظاتها من بعيد ومحاولة التأثير فيها وتوجيهها في صالح تكتيكات الحزب التي كانت تنتظر فتح المفاوضات مع فرنسا. وفي اجتماع دار بمركز جيش التحرير بتطوان شاركت فيه القيادة الميدانية بحضور بعض نخب ومتعاطفي حزب الاستقلال، حاول هؤلاء تمرير وثيقة للتفاوض مع فرنسا حول استقلال المغرب. ويضيف الأستاذ الصنهاجي أن عبد الكبير الفاسي أبلغني بأن الجماعة تنتظرني لتطلعني على تقرير مفصل عن خطتها، وبدأ في تلاوة التقرير المذكور، وبعد اختتامه استنتجت منه أنه وقع اتفاق بين المتحزبين مع الفرنسيين على الاستقلال الداخلي للمغرب دون رجوع محمد الخامس على غرار ما وقع في تونس، وأنه لا داعي لعمل جيش التحرير. لكن لماذا مفاوضات إكس ليبان؟ كثيرون هم الذين ظلوا يعتقدون اعتقادا راسخا أن المقاومة الشرسة للمغاربة كانت وحدها كافية لإجبار الفرنسيين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، والحال أن عوامل أخرى ساعدت على حصول هذه المفاوضات، بينما يبقى السبب الأهم في قبول فرنسا المفاوضات حسب كل المؤرخين هو رغبتها في تقويض المخطط مكتب المغرب العربي بقيادة عبد الكريم الخطابي الذي فر من قبضة الفرنسيين عندما رست السفينة التي كان محتجزا على متنها في بورسعيد واستقر في القاهرة بالديار المصرية، وهناك حرر ميثاق 47 الذي نص بنده الثاني على ضرورة مواصلة الكفاح حتى تحرير المغرب العربي الكبير. وهذا الميثاق وقعه آنذاك علال الفاسي من المغرب والحبيب بورقيبة من تونس والشاذلي المكي من الجزائر، فكان ضروريا أن تجد فرنسا طريقة لفك ارتباط مكتب المغرب العربي. لذا اقترح رئيس الحكومة الاشتراكي بيير مونديز فرانس الاستقلال الذاتي على تونس فقبلت، واقترح على المغرب مفاوضات إكس ليبان فقبل، وهكذا انفردت فرنسا الاستعمارية بالجزائر التي ظلت تعتبرها الأولى امتدادا طبيعيا لها، وبالتالي فشل مخطط المغرب العربي الكبير الذي كان يحلم به عبد الكريم الخطابي. موقف عبد الكريم الخطابي من المفاوضات:
ولم يكن الفاسي وحده في القاهرة يعارض مفاوضات مغربية انفرادية مع فرنسا، بل كان هذا كذلك موقف بطل حرب الريف محمد عبد الكريم الخطابي، ونفس الموقف تبناه قادة جبهة التحرير الجزائري في عين المكان بالديار المصرية، إذ كانوا يرون أن كل تفاوض انفرادي هو من قبيل خيانة للشعب الجزائري وخيانة للشعب المغربي وخيانة للشعب التونسي. وقتئذ كان مرتبطا أشد ما يكون الارتباط بالمغرب وتونس، وهذا ما ظل يزكيه عبد الكريم الخطابي. وقد ظل محمد بن عبد الكريم الخطابي يعتبر من المجاهدين والمقاومين المدافعين باستماتة على استقلال المغرب الفعلي والشامل، هكذا كان يراه كل مغاربة التواقين للتحرر. وقد أصدر محمد بن عبد الكريم الخطابي بيانا في شأن مفاوضات إكس ليبن نقتبس منه ما يلي، وهذا البيان نادر جدا وربما لا يتداول ويجب أن يتداول في المرحلة التي نعيشها. نص هذا البيان يقول: وقد اقتدت جماعة الرباط بجماعة تونس المستسلمة، فأبرز اتفاقية إكس ليبن إلى حيز العمل والتنفيذ، وأخذت تناور وتدلس وتغري الشعب المراكشي بين قوسين المغربي بالكلام المأسول، وهي سائرة في نفس طريق اتفاقية تونس، وستطالب المناضلين بإلقاء السلاح بعدما طلبت منهم الهدوء بحجة أن المفاوضات لا تكون إلا في الهدوء، والهدوء لا يكون إلا بإلقاء السلاح. حين يتفرغ الأعداء للقضاء على الجزائر فحذاري من السقوط في الفخ المنصوب، وإننا على يقين من أن الشعب المغربي سوف يستمر في الكفاح والنضال إلى أن يخرج من بلاد المغرب بل من شمال إفريقيا كلها آخر جندي فرنسي يحمل السلاح من جماعة المستعمرين. هذا نص بيان عبد الكريم الخطابي. ومن المعلوم أن أهالي شمال البلاد الذي كانت تحت نير الاستعمار الإسباني ساهموا بشكل كبير في المقاومة ومحاربة الاستعمار، وكانوا ضمن جيش التحرير ودعموه بقوة، وبادروا إلى حل أحزابهم السياسية المتواجدة آنذاك، ومنها حزب الإصلاح الوطني وحزب الوحدة المغربية وحزب المغرب الحر، آملين في الاندماج مع إخوانهم بالجنوب. لكن رغم كل هذا تم إقصاؤهم، ومنذ إذ نشأ الإحساس بالتهميش، لذا لم يشعر أهالي الشمال ببركات الاستقلال على علته، ولهذا إلى حد اليوم أهالي الشمال ينظرون إلى أهالي الجنوب نظرة فيها الكثير من الأشياء التي تعكسها هذه الأمور. خيبة الأمل. في اليوم الذي تم فيه طبخ مفاوضات إكس ليبن صرح الدكتور المهدي المنجرة قائلا: إنها خيانة، إنها خيانة، إنها خيانة. وشاءت الأقدار أن يصرح بذلك في مكان غير بعيد عن جامعة السوربون. وبعد الاستقلال أكد المنجرى نفس الكلام في برنامج إذاعي شارك فيه ثلة من المغاربة منهم عبد الهادي بوطالب، إلا أن السلطات المغربية فضلت عدم بث فحواه على الهواء وحجبته عن المستمعين. لكن لماذا كانت مفاوضات إكس ليبن خيانة في نظر الدكتور؟ إن الحركة الاستقلالية المغربية كانت تهدف بالأساس إلى تحقيق استقلال حقيقي وبناء المغرب من جديد، أي أن هدفها كان التغيير وليس الإصلاح، في حين أن مفاوضات إكس ليبن اقتصرت على مجرد إصلاحات من نوع معين يسمح للاستعمار الفرنسي بالبقاء بالمغرب عبر زرع حلفائه ومواليه في مراكز صنع القرار. وبذلك في نظر الكثيرين كانت بداية ترسيخ استعمار جديد، وأضحى من ولج منظومته حتى من تقدمي النخبة يجد نفسه أمام أمرين لا ثالث لهما: إما المطالبة بالتغيير الجذري أو التكيف مع الواقع القائم والبحث عن البقاء. وهذا ما وقع للمعارضة عند وصولها لسدة الحكم. لذا يرى البعض أن النخبة ساهمت في بيع المغرب بالمزاد، وبذلك تقوى أكثر الاستعمار الاقتصادي لبلادنا، ولم يعد لأي شيء مستقبل ما عدا شيء واحد هو الفقر. وفي هذا السياق تأتي مقولة المهدي المنجرة: الفقر هو الشيء الوحيد الذي له مستقبل في المغرب. بعيد الاستقلال سرعان ما حلت الخيبة،
وقضت على آمال فترة النضال والكفاح من أجل الاستقلال، وبعد سنوات قليلة تم الترويج لفكرة أن نظام الأحزاب السياسية كأسلوب للتنظيم السياسي والبناء الاقتصادي باء بالفشل. وقتئذ تم استخدام كل وسائل الترويج لدعاية فشل الأحزاب في المغرب، إذ جندت وسائل الإعلام لهذا الغرض. هذا ما سهل تدبير انقلاب على حكومة عبد الله إبراهيم الوطنية في مايو 1960، وهذا ما قوى الاعتقاد الذي ترسخ عند البعض والذي مفاده أن الإقطاع لتحويل مفاوضات الاستقلال فعلا، وتناسلت تأثيراتها مع مرور الوقت. آنذاك كان الاستعمار الفرنسي قد اختار استراتيجية الهروب إلى الأمام وانتهاج الاستقلالات الشكلية الممنوحة لضمان مصالحه واستمرارها. هذا هو الأساس التاريخي لتحول الاستعمار الجديد، أي الاستغناء على الاستعمار المباشر وغير مرئي. إن هذه الإشكالية أسالت الكثير من المداد واللعاب ببلادنا، وظلت حاضرة لدى أفراد النخبة الذين أبوا أن يسلكوا سبيل الانتهاز والارتزاق. هذا هو الفخ الذي تم نصبه في طريق التحرر الفعلي للبلاد في نظر الكثيرين الذين رأوا أنه كان من المفروض تحديد موقف من قضية الديمقراطية منذ الوهلة الأولى، كما كان من البديهي أن تتم مراجعة كاملة وشاملة وجذرية للجهاز السياسي والإداري في البلاد، لأنه كان في جله ولبه يخدم المصلحة الاستعمارية. وهذا المطلب ظل سائدا في مغرب منتصف خمسينات القرن الماضي، عندما اختار المغاربة سبيل الاستقلال وفك الارتباط مع الاستعمار. ففي سنة 53 تم طرح مسألة الملكية، لكن دون التدقيق في تحديد المسؤوليات في نطاق الإشكالية الدستورية، لكن سرعان ما تم صرف النظر عنها، وبذلك تم تأجيل موعد للديمقراطية لأجل غير معلوم. جنينا ما زرعناه. يرى المناهضون لاتفاقية إكس ليبن أنها شكلت مصدر كل المصائب التي بالبلاد، ما دامت قد أعدمت طموحات المغاربة على امتداد أجيال. يذهب هؤلاء إلى القول أن الفكرة التي أعدمت كل إمكانية تحقيق الطموحات التي يتوق إليها المغاربة هي تلك الفكرة التي ظل ينافح عنها من تملكوا مقاليد السلطة على حين غر دون أن يتوقعوا ذلك في فجر الاستقلال، وهي الفكرة القائلة أنه لا يمكن تغيير ما هو قائم بين عشية وضحاها. هذه كانت في نظر هؤلاء بداية الانحراف الذي قضى على آمال المغاربة، وتلا هذا الانحراف انحراف أفظع، إذ أن الذين تراموا على الكراسي دون استحقاق تاريخي أضحى شغلهم الشاغل هو الحفاظ على مواقعهم والبقاء متحكمين في زمام الأمور. ولكون هذا المنحى لم تقبله الجماهير، سعى القيمون على الأمور إلى السند الخارجي عوض الاعتماد على الشعب والاحتماء به من أجل تفعيل التغيير والدفاع عن المصالح الوطنية. هكذا ابتعدوا عن طموحات الشعب وانتظاراته، وولوا ظهورهم لهمومه ومشاكله. ويفيدنا التاريخ بأكثر من دليل في هذا المضمار، إذ فيما بين فجر الاستقلال وسنة 59 كان محمد الخامس رفقة عبد الله إبراهيم قد بدأ سلسلة من المفاوضات مع فرنسا وأمريكا. آنذاك كان وراءهما المغاربة قاطبة، وكان السند على الشعب دون سواه، وكانت النتيجة توقيع اتفاقية إجلاء القواعد العسكرية الأجنبية. لكن سرعان ما تم إجهاض هذا المسار لما سعى القيمون على الأمور إلى الاعتماد على الخارج عوض الاعتماد على الشعب. هكذا انطلقت مآسينا حسب أصحاب هذا الرأي، الذين يرون أن خلاصة إكس ليبن كمنت بالأساس في إفلات الفرصة من أيدي من كافحوا وناضلوا وضحوا من أجل طرد المستعمر والحصول على الاستقلال. منحها لخونة الأمس عكسا للمجرى العادي والطبيعي للتاريخ. منذ إذن انزلقت البلاد رويدا رويدا نحو ما لا يحمد عقباه، إلى أن وصلنا إلى نقطة عدم القدرة على بناء المستقبل الذي نريد التحكم فيه. على سبيل الختم،
نعود من حيث بدأنا وأمامنا أكثر من 7 عقود بما لها وما عليها للإجابة على السؤال من أصاب ومن أخطأ في عيون التاريخ والشعب، مؤيد مفاوضات إكس ليبن أم معارضوها؟ إنه سؤال جوهري في هذه الفترة التي تختلط فيها الأوراق السياسية، بحيث يتعذر الحكم على الأشياء وتقييمها، وتتعذر معرفة خريطة الطريق نحو المستقبل. ونقول بأن من باعونا وباعوا الشعب المغربي لا بد وأن يحاكموا على ما فعلوه. هذه خاتمة هذا العرض، نتمنى أن نكون قد قدمنا إفادة للمستمعين، ونقول أن إذا كان للبلاط مؤرخيهم فحتى للشعب مؤرخيهم، ونحن لهم بالمرصاد. تحية لكم جميعا، وتفضلوا اللاقد. شكرا.